الحديث يقول بأن الولايات المتحدة لو كانت على يقين بأن هذا المنطاد يصور بعضا من المشاهد العسكرية ذات الحساسية الكبيرة لكانت أسقطته حتى ولو ضحت ببعض من الأفراد، لأنها تعلم أن ما يصوره هذا المنطاد يرسل لتوه إلى الصين. أين أنت من هذا الطرح؟ لا شك أن الصين تستخدم ما ندعوه بالمنطاد لزيادة قدراتها الاستخباراتية بشأن بعض المناطق في الولايات المتحدة. نحن أتذكر عندما كان هناك بعض التوترات بين الصين وتايوان، فقد دفعت الصين بالعديد من المناطيد إلى تايوان للتطلع ومراقبة الأهداف في تايوان للعدد للاقتحام وكذلك لجمع المعلومات الاستخباراتية من تايوان. ولكن في أعقاب تسليط الضوء على هذا المنطاد والضجة التي حدثت بعد ذلك، كل المواقع التي كشفت من خلال الشركة الراعية الداعمة لهذا المنطاد هي الأخرى كشفت عن ما كانت تصوره من رحلات سابقة، أين السرية إن كان العمل أمني؟ حسنا، نحن لا يوجد أي معلومات سرية هنا بالقدر الذي نتخيله، وبالتالي عندما أسقطنا هذا المنطاد الصيني والذي يستخدم للأغراض الاستخباراتية في جنوب كالوراينا، نحن نحاول أن نستكشف كل المعلومات التي صورها ونسعى لاكتشاف كل الأغراض التي كان يطير بسبب المنطاد. فالولايات المتحدة والصين كما تحدثنا سابقا عن الاتحاد السوفيتي، لابد أن يكون هناك اتفاق حول استخدام وآليات استخدام وقوانين استخدام هذه الأجسام الطائرة بما في ذلك الأقمار الصناعية. عندما تم إسقاط أحد المناطيد الأمريكية في روسيا كان أول ادعاء أنه كان فقط طائرة مدنية، ولكن بالطبع احتجز الروس الطيار وقالوا وبالفعل تحققوا من أن هناك أغراض تجسسية في فترة الخمسينيات من القرن الماضي. إذن سيد لورنس، أنت من خلال خبرة الولايات المتحدة في التعامل مع مثل هذه المناطيد التي تستخدمها لصالحها، أنتم أحدثتم هذا القياس وبالتبعية كان الحديث سريعا عن أن هذا المنطاد يعمل في إطار التجسس؟ نعم بالطبع، بناء على المعلومات التي جمعناها فالغرض الأساسي هو التجسس، ولكن العناصر الأخرى الطائرة ليس الغرض منها هو نفس الغرض من التجسس. كان من الواضح أن من خلال المعلومات التي جمعناها أن الغرض الأساسي هو التجسس، ولا سيما كنا مهتمين بما يمكن أن يؤثره هذا المنطاد من تداعيات على خطوط الجوية الأمريكية. لا نرغب في إحداث خسائر في صفوف الطائرات المدنية. سيد لورنس كورب، أنت مساعد وزير الدفاع الأمريكي السابق، صحيح؟ صحيح. سيدي، ما الفارق بين هذه المناطيد حين تستخدم للتجسس والأقمار الصناعية حين تستخدم للتجسس؟ حسنا، الأقمار الصناعية بشكل أساسي تقوم بعمل تجسس، هم موجودين في الفضاء وخارج أي نطاق لأي دولة. ما لدينا هنا أن الصينيين دفعوا بهذا المنطاد يمكن أن يتسبب في مخاطر أكثر مما تتسببه الأقمار الصناعية. وكما ذكرت من قبل، ليست هذه الحادثة الأولى، هناك بعض المناطيد التي طارت فوق الفضاء فوق ولاية تكساس.